بيقول للستات بلاش اهتمام بالتفاصيل زيادة عن اللزوم، والموضوع ده هيدخلنا في متاهات وهيخلي حياتنا ملعبكة. واحنا كستات بنعشق التدقيق وجمع التفاصيل، احنا بنحب التفاصيل، احنا بنلم يعني بنلم، عارفين اللي هي كلمة بيفهمها وهي طايرة، احنا بنجيبها وهي طايرة في السماء كده، تفصيلة جنب تفصيلة جنب تفصيلة، وبنكون الموضوع. فهو طبعنا كده، احنا اتخلقنا كده. ولكن اللي اكيد اللي بتركز في التفاصيل زياده عن اللزوم اكيد بيتعبها ده، واكيد فعلا بيخلي حياتها ملعبكه. وكمان حذرنا من التعلق الزياده باصحابنا، ان احنا ندمن اصحابنا، دي حاجه اكيد مش كويسه. زي ما قال دكتور، فعلا دكتور طاهر ناصر قال انه التعلق بالصديق الزياده ده ممكن يبقى نقطه ضعف، ممكن بعد كده يجي او تيجي تقولك او تضغط عليكي بوجودهم في حياتك. لو ما عملتيش كذا همشي من حياتك، لو ما عملتيش كذا همشي. فحاجه مش مضمونه وحاجه مش كويسه. احب الناس كلها لكن ادمنهم لا. اقرب ناس من حياتي لكن يتدخلوا في تفاصيل حياتي لا. احنا معانا على تليفون دكتور طاهر ناصر، محاضر في علم إدارة الموارد البشرية وصاحب الفيديو اللطيف اللي احنا كنا لسه بنشوفه دلوقتي. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور طاهر، هنحاول نرجع نكلمه تاني، واضح ان في مشكلة في الخط، بس خلينا نرجع للكلام اللي كان بيقوله دكتور طاهر. ما نسلمش ودنا لحد، دي حاجة مهمة بقى جدا 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 جدا. البنت اللي بتبقى داخلة كمان على جواز ولسه في أول حياتها، وتلاقيها مسلمة ودنها لمامتها، لخالتها، لبنت خالتها، لصاحبتها الأنتيم، لجارتها، لأيا كان. ده شيء شوفي هيجيب لك كمية مشاكل أنت لا تتخيليها. زي ما قال الدكتور كده دكتور طاهر، احنا مش كلنا زي بعض، حياتنا مش كلها زي بعض، ولا تفاصيلها زي بعض، ولا عيشتنا زي بعض، ولا دخلنا المادي زي بعض، ولا تربيتنا، ولا اي حاجه. فعلشان خاطر اسلم ودني لحد، حتى على فكره لو مامتك مش عايشه نفس الظروف اللي انت عايشاها في بيتك، مامتك باباكي اكيد مختلف عن جوزك، انا بتكلم عن امن حد ممكن ترجعي له. ما ينفعش برضو تسلمي ودنك ليها 100%، لازم يكون انت عندك عقل، لازم تقيمي، لازم تعرفي اللي بتسمعيه ده ايه اللي يناسبك تاخديه، واللي ما يناسبكيش تفلتريه وطلعيه بره حياتك كانك ما سمعتيهوش. احنا رجع لنا تاني على التليفون دكتور طاهر ناصر، محاضر في علم اداره الموارد البشريه. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. في الفيديو يا دكتور نصحت الستات والبنات ثلاث نصايح مهمه علشان حياتهم تكون افضل، اشرح لنا اكتر يا دكتور لو سمحت عن النصايح دي. طبعا انا سعيد جدا بمداخلتي مع حضرتك، وطبعا خلينا نقول ان احنا بننصح السيدات، لان السيدات هي يعني جده وام واخت وبنت، فخلينا يعني من خلال المداخله دي نقول لهم ان انتوا اهم حاجه في المجتمع، ودي مش مجامله، دي حقيقه، يعني دورهم كبير. يعني طبعا كانت كل يعني كان الهدف من النصيحه انها تعرف يعني سر السعاده في حياتها وسر الرضا في حياتها يبقى ازاي. يعني فانا كنت شايف ان المفروض انها تعمل بعض الخطوات اللي بيها توصل لاعلى درجه يعني الراحه النفسيه عشان تقدر تدي. طبعا من اهم النقاط اللي انا اتكلمت عنها، لان كان في كمان فيديوهات كتير، ان احنا مش عايزينها انها تتعصب، يعني مش عايزين دايما ردود افعالها تبقى سريعه تجاه اي حاجه. العصبيه بتخليها مش قادره تركز، بتخليها مش قادره تعبر عن اللي جواها، بتخليها للاسف تصطدم مع الناس اللي حواليها. وطبعا عشان ما تتعصبش هي لازم بقى تعمل الحاجات اللي جايه دي. يعني من اوائل الحاجات انها يعني ما تسلمش ودنها لحد. مشكله السيدات، ودي مشكله ايجابيه وسلبيه، يعني اخر ابحاث اتعملت قال ان السيده عندها قدره انها تتكلم في اليوم 25,000 دقيقه والراجل اقل. فما كانتش الست بتتكلم، هي بتسمع تسمع بقى من اللي حواليها. والناس اللي حوالينا في الوقت ده مش كل واحد بيحكي لك على حاجه الحاجه دي تناسب حياتك. مش كل واحد بيحكي لك على مشكله عنده وعمل فيها ايه انت تاخد الكلام تعمله. بيتك غير بيتي غير بيت اي بني ادم. مزبوط. حياه كل واحد وتنازلاته تختلف عن حياه التاني خالص. صح. فأنا ما عنديش مشكله ان الست تسمع من زميلتها مشكله في بيتها عملت فيها ايه، او انها قررت تنفصل، او انها قررت تعلم ابنها بشكل معين. نسمع نكتسب خبره، اهين اثنين، لكن ناخد واحنا نقلد الكلام ده في بيتنا وحياتنا
بنفس الامر لا ده شيء غلط جدا لان حياتنا مختلفه عن بعض. اكيد. ودي طبعا حاجه مهمه. تاني حاجه يا ريت ما ننقلش للناس حاجه عن حياتنا الشخصيه. يعني حياتنا الشخصيه دي حاجه تخصنا، حتى سموها الحياه الشخصيه. لان الناس اللي بتسمعك، مش كل الناس اللي بتسمعك بتحبك. ولا كل الناس اللي بتسمعك هي عندها نفس الحاجه اللي انت بتحكي عنها. صح. البيت اللي انت اشتريته قريب وبقالك 30 سنه بتحوش عشان تجيبه، غيرك فكر ان انت جبته في يوم. صح. وغيرك ممكن يكون هو ربنا اداله اولاد وربنا منعك انت، فربنا كافئك بحاجه تانية. فدايما حياتنا الشخصيه يا ريت، مش معنى كده بقول نبقى كتومين في كل حاجه، ولكن في بعض الحاجات اللي لما بنحكيها للناس للاسف بنحس ان حتى لو العيون اللي قدامنا مش بتحسدنا، بس ساعات غصب عنهم بيستكتروا علينا اللي عندنا يعني. ثالث حاجة طبعا ودي مهمة، أنا بحب جدا السيدة اللي تحط حدود لكل شخص بتتعامل معاه في حياتها، في شغلها، في بيتها، في مع الناس. أما البني آدم بيحط للي قدامه سواء ميل أو في ميل حدود، بيبقى مستريح، لأن أنت كده مش بيبقى عندك مشاكل كتيرة. لكن أما أنت بتخلي أي بني آدم يكسر حدوده معاك سواء في الشغل أو في البيت أو وسبت الموضوع ده بزيادة، تأكد إن الشخص ده هيأثر عليك وهيسبب تهديد ليك في حياتك. عشان كده ان البني ادم يحط حدود للناس اللي حواليه مش عيب، دي حاجه مهمه جدا وممتازه، ودي اللي بتخلي البني ادم يقدر يخلق لنفسه حاله استقرار نفسي، وده اللي هيخلي الست تقدر تنتج تبقى ام ناجحه وجده ناجحه وبنوته ناجحه وطفله كمان ناجحه، لان خلاص الوسط النفسي حواليها بقى مخليها يعني عندها ساتسفاكشن عاليه. جميل. طيب دكتور طاهر، حضرتك قلت لنا ما نهتمش بالتفاصيل كلها، لان الاهتمام بالتفاصيل ده بيلعبك الحياه. طب زي ايه التفاصيل اللي انا ممكن اتغاضى عنها؟ انت عارف انه الستات يعني هو التكوين بتاعنا ان احنا بنهتم بالتفاصيل، وان انا اجيب نظره دي على كلمه دي على حركه دي، فاعمل يعني اكون الموقف او اكون وجهه نظر عن الموقف اللي قدامي ايا كان، او الموقف اللي انا محطوطه فيه ايا كان ايه هو. ففكره الاهتمام بالتفاصيل، انا اقول للستات ما تهتموش بالتفاصيل ده صعب، بس ايه الحاجات اللي انا اقدر اعديها ان هي هتعدي لي حياتي؟ انا هقول لحضرتك على حاجه مهمه. يعني اولا اي ميزه ربنا بيديها لنا بتبقى حلوه ما تتعمل بحدود، اما أكيد. بتزيد عن حدها بتبقى صعب. اكيد. اي راجل في الدنيا اي راجل في الدنيا معاه بنت او زوجه او اخت بيرمي لها اي حاجه فيها تفاصيل، لان الست رئيس جمهوريه التفاصيل. بيعمل فرح، بيعمل مناسبه، هيشتري حاجه، هيعمل حاجه. صح. لكن للاسف ساعات ما بنشغل نفسنا بتفاصيل مش في حياتنا وحوالينا بتنهكنا. وده نوع من انواع التفاصيل. انا مالي اللي جنبي عمل ايه وراح فين وفين مين، انا مالي سعاد عملت ايه النهارده، ومالي فلانة عملت في الفرح ايه امبارح. الحاجات دي بتشغل عقلنا. الى جانب نوع تانية من التفاصيل، ان يعني بلاش نقف على كل حاجه. يعني في ممكن كلمه اسمها حواليا، مش لازم اقعد ادور ورا الجمله دي اتقالت ليه. مش لازم اقعد ادور اصل فلان عمل ايه لا الدنيا اسهل من كده. لان لو البني ادم ربنا سبحانه وتعالى كان اداله حواس الادراك بنسبه 100%، كان البني ادم هيموت من حجم المعلومات اللي داخلاله. يعني هو ربنا ادانا العين ليها مساحه معينه بيشوف فيها. لو كنا بنشوف الطيارات في السماء يعني فوق السحاب كنا هنتعب. يعني ما هو ربنا اداك كده قدرات معينه، ما تزودش بقى عنها. فبلاش نشغل نفسنا بالحاجات اللي ما تخصناش، وبلاش نشغل نفسنا بالتفاصيل التافهه اللي حوالينا اللي ممكن تبوظ حياتنا وتبوظ الناس اللي حوالينا. يعني مش كل حاجه اقف عليها، لا اهتم بتفاصيل حياتي. ليه؟ لان انا انشغالي بالتفاصيل اللي بره هتخلينا اثر في التفاصيل اللي جوه، وده مهم. أكيد. يعني مش مهم فلانه جابت لمين ايه، وفلانه عملت ايه، وفلانه سافرت فين، وفلانه جابت هيستهلك من اعصابي ومن صحتي جدا. ومن تفكيري ومن كل جدا. حاجه. طب ما انا اهتم بتفاصيل بيتي، وهو ده اللي انا كنت اقصده بصراحه في سؤالي يا دكتور، انه ايه في تفاصيل بيتي او ايه في تفاصيل جوزي اللي انا ممكن اعديه علشان ما يعمليش مشاكل في حياتي. والله احنا بنطلب من حضرتك على هوا انها تعدي لجوزها كل حاجه، والله عشان الرجاله والله غلابه واحنا مغلوبين على امرنا. ده انا لسه حالا كنت هسالك وبقول لك ان احنا ما عندناش تحيز خالص، ولا رجاله ولا ستات، فعايزين يعني نصايح يعني للرجاله حياتهم تبقى احسن. احنا غلابه يعني والنبي، واحنا كل اللي عايزينه بس همشيها يا دكتور طاهر عشان حضرتك اول مره تبقى معانا. عايز اقول لها ان أي, اي 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 طالما يعني لو زوجك في البيت حد كويس وحد محترم وشايلك على راسه، بلاش نهتم بتفاصيل صغيره في حياتنا تنكد علينا حياتنا. ايه المانع قال كلمه ما كانش يقصد؟ ايه المانع نسي يقول لك على حاجه معينه؟
ايه المانع حد كلمه لغى ميعاد؟ يعني ايه في حاجات كده صغيره مش لازم كل حاجه ناخدها ونعرفها انه ما بيحبنيش او انه دي التفاصيل اللي احنا بنقف عندها يا دكتور طاهر. احنا بنقف عند هو بيتانتك ليه النهارده، هو ليه النهارده رش برفيوم، هو اتاخر كده ليه، انا قلت في الاول لما رد عليا مش عارف كان متلهوج ليه. لا هي دي التفاصيل اللي لازم نهتم بيها الصراحه. انا عايزه تهتم بيها طبعا، ما هي لو ما اهتمتش بيها هيطير منها. لا طبعا فجاه هلاقي واحده بعيالها داخلين عليا يقول احنا ندروخ وقت. لا طبعا لا التفاصيل دي تهتم بيها. بس انا قصدي ايه، يعني احنا ممكن نقول انها حتى لو لقيت تفاصيل من النوع ده ما تندفعش. تمام صح طبعا. التفاصيل ديت وتحاول تقول ايه، تحاول تقول ازاي انا اقدر احافظ على بيتي وايه اللي انا اعمله رد فعل للحاجات دي يخليني احمل اللي قدامي، ازاي اجذبه للبيت تاني واحببه في البيت تاني. بتلاقي ابنها الصغير بدا يصاحب حد يعني مش كويس في الصفات بتبدا تحوط على ابنها. مظبوط. فانت لما تهتم بالتفاصيل دي حوطي على ابنك على جوزك. مظبوط. لكن ما وصلش بقى لدرجه من الدرجات ان انا اهتم بزياده عن اللزوم بحاجات مالهاش لازمه، فحوط لدرجه ان انا اخلي جوزي يزهق مني، احوط لدرجه ان انا حاسسه ان انا مخوناه، احوط لدرجه ان انا اخليه لا يعني كده. هو يعني على طول متراقب ان هو على طول مقفوش او في حاجه دايما عايش متوتر، ما اكيد احساسه ان هو عايش متوتر على طول في بيته ده هيخليه ينفر من البيت. طب تنصح الرجاله بايه علشان خاطر حياتهم تبقى احسن؟ اهو ادينا مش متحيزين اهو زي ما قلت لحضرتك قبل كده. والله يعني النصيحه برضه هقول لحضرتك، لو انت معاك يعني ست بنت حلال وصيناك وحافظ عليك تاكد ان انت عمرك ما هتنجح في حياتك ولا ربنا هيكرمك غير اما انت تراضي ربنا فيها، وتبقى متاكد ان 80% من نجاحك انك تبقى بره الشغل وانت عارف انها محافظه على بيتك وعلى اولادك. عشان كده سعاده مراتك هو سر من اسباب نجاحك في حياتك. أكيد. ان انت تنيمها بالليل، مراتك اللي قاعده معاك في البيت هي ممكن تكون يعني ملهاش ظهر غيرك. لا تستقوى عليها، انت الاب والام والاخ والجد قول اللي انت عايزه وانتقد زي ما انت عايز واعمل كل حاجه انت عايزها، بس ما يستقواش عليها، لا تهنها ولا تزعلها ولا تكسرها، لان انت المفروض اكتر واحد تحطها في مكان كبير قوي 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 قوي. مظبوط مظبوط. دكتور طاهر هستنى بقى، يعني ده يبقى وعد بقى من حضرتك على الهوا ان حضرتك تكون معانا في حلقه من الحلقات ان شاء الله. والله ونتكلم اكتر او ننصح اكتر الستات، لانه هي مش بس حكايه التفاصيل، لا في حاجات كتير قوي احنا محتاجين ناخد بالنا منها، وبرده الرجاله في حاجات كتير محتاجين ياخدوا بالهم منها طبعا. علشان خاطر حياتنا تبقى احسن واسلس كمان من كده، تبقى اسهل من كده. بشكرك شكرا جزيلا دكتور طاهر نصر، محاضر في علم إدارة الموارد البشرية.